يلا منوتو يلا شباب طبوا انتوا مستعدين للمفاجأة مستعدين انت ليش جيت اليوم نروح منا بعد لي شوفوا شباب شوفوا الريحة مال التاريخ المكان الله شوفوا الدقمة مال السويس القديمة برافو على ماشي بس ايش السقف لازم بلو اي حلو حلو هيك هذا البيت هذا لا الجياسه وخيل وحبل كذا يكبر وانا سردام جو الناس يقعد في السرداب بالصيف يقعد في السرداب مش شي تقعد بالمطار الاول تعالوا شباب هنا انتبهوا الى انتبهوا إلى عمق المكان تاريخ المكان بتشي يعني كم واحد يعرف مثلاً يكون بيت من يقدر يكبيركم يعرف العناصر الجديدة الموجودة على الكهرباء وين الجديدة؟ ليش مبايا؟